إذن على بركة الله مشاهدينا أوفياء، مشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء. إذن حرفة السمسار هي واحد الحرفة كنعرفوها كاملين، يعني كنعرفو بلي ملي كنا صغار ولا بدا كنشوفو واحد الوكالة العقارية يعني بالبانو ديالها بأن هذا السيد هذا راه سمسار. مؤخرا وين كنمشيو للقهاوي كنجلسو نتفرجو في ماتش الكرة ولا أنا نجلسو نتفرجو في شي حاجة، فكتسمع راه هو سمسار جالس، راه سمسار الهيه السطخ، يعني ولات السمسيرة ولا اي واحد ما بين ليله وضحاها سمسار. وهاد السمسيره يعني فاش ولات فيها العشوائيه بزاف، كثر النصب والاحتيال على بزاف د الحوايج. اليوم معنا سمسار اللي تبارك الله سنوات هو في هاد الدومين هذا واللي عاش فيه كساعه فاش كان في البدايات ديالو، فغيحكي لنا على بزاف الاثار خطيره كيشوقع الناس مع هاد السماسره هادو الوهميين، يعني لا من دعاره لا من فساد لا من نصب واحتيال، وشنو علاقه السمسيره بهذا الشيء كامل. سي بو طالب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصحه بعدا كي دايره؟ والحمد لله على كل حال على هذه المهنه، يعني انا شاده بالمعقول فهمتي، يعني كيقولوا لي ما عندوش راس المال يكون المعقول هو راس ماله. انا كنعطي واحد النصيحه عامه للسماسره، اللي ما عندوش راس المال يعني ما داش ما عطاش العقار يكون المعقول مع الناس هو راس ماله باش يثيقوا فيه الناس. وهذه راه ولات ضئيله، ولات فيها 5%، يعني عرفتي علاش؟ لان جا الزمان اللي الانسان ما بقاش كيتحكم في راسو، قرو فهمتي، والازمه وهذه الانسان ولا بالزمن والسمسار كيكذب على الناس، يعني باش يكسب قوت فهمتي، قوت يومه، قوت نهارو. كيفاش كتم الطريقه ديال النصب على الناس في العربون؟ كيفاش السمسار كيصب العيبه؟ قضية العربون هو كيكون مثلا عنده شي سيرو ديال شي دار ديال نسيبتو خاوية ما ولا هي مسافرة، غالبا كتكون هي في دار المهجر في فرنسا ولا في أمريكا ولا هادي، وهاديك الدار هو كيخدم عليها كيدي لها الناس فهمتي، كيدي لها الناس اللي بغى ساروز كيديه ليها، يعني باسبور كما نقولوا حنا، والوي كيكون كيقول لها كيدوي عليها ب 1000 درهم ولا 500. شوف باش ما بغات هي كتقول له يمكن لك تنقصني من الكرا، تقول لها من 100 درهم حتى 200 درهم كاع نخلي لك كرا، وساروس 20 مليون ولا 30 مليون شو شحال، يعني الدار ما كتسمعش ما كتشرام ولا على برا. غالبا السماسريه اللي وكاين اللي كيصوب ساروس على دار، كيكون واحد الانسان من عائلته ولا صاحبه ولا صديقه ولا في اوروبا ولا هذه، وهو كيخدم على الدار كينصب على الناس، يعني كرا يديهم، كاين اللي يعطيه العربون كاع في هذه، يعني كيديو الناس وكيقدر هو يبدل لاكار ديال التليفون ويتوضر، ما يبقاش يعرفوا كاع النمره كيلوحه ويعدي رغا. يعني هادو ماشي سماسر، هادو نصابه كيتنكروا في الزيد السماسر، هادو السمسار وكيخصنا حتى السمعه ديالنا حنا اللي يعني اللي رسميين وعندنا الوراق، يعني كيقولوا الاولين حوته وحده كتخنس الشواري، كيخصنا حتى السمعه ديالنا حنا اللي معقولين، وانا اجون ايموبيلي عندي الوراق وهذه فهمتي، مصابون في اي مصابون في 89 فهمتي ديال العقار، ولكن ما عنديش المحل، انا كنعتمد غير على المعقول ديالي وعلى الخبره ديالي. ولكن عندك الوجه الاقل من الوجه القانوني انك تلقى السمسار واخا اي راه دابا القضيه ديال السمسار كاع الماكينه، كاينه واحد النصيحه نعطيها لك من هادشي ديال السمسار، يعني الكلام هي بالكلام ما فيها لا اوراق لا توثيق لا ديبلوم لا فهمتي، كيقول لك كيجي عندي واحد التقاعد، عدد ديال الناس التقاعد من شركه ولا كذا، كيجي يقول لي بغيت نولي سمسار الله يرضي عليك، نبدا نجلس معاك غير نستافد منك شويه، وكيولي سمسار حدايا غير في القهوه جلسه ديال البريد تولي سمسار يشرب معك قهوه تدريجيا، يعني يوم على سيمانه ولا 10 ايام هو السمسار حداك فهمتي، وبالخصوص اذا كان منافق يعني ونصاب كيولي متفوق على السماسريه فهمتي بالنصب، اي كيولي نصاب صحيح كما كنقولوا حنا، مسائل خطيره هادو يعني، وهاد المسائل كلها اللي كنعيشوا فيها فهمتي، هاد التقليب هادي كلها من 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 وزاره الاسكان، الوزير هو اللي يدير هاد الفوضى، نقول لك السبب دليل لان الوزير اللي جاوا اللي سبقونا الوزراء الاولين في عبد الرحمن اليوسي، هذاك عبد القادر جينو، عاد شكون هو هذاك عثماني عباسي جطو
بقى العقار هو فوضوي اليومين هذا. هاد الساعه اللي كنهضر معك فيها حتى شي تعديلات ما دخل شي وزير مثلا نبيل بن عبد الله اللي كانوا عطاو الحق ديال الوزير راه بوج عماره بورغون هو ناعس كيشخر وسبقوا الملك العين المكان وهو باقي ناعس اللي معني وزير الاسكان ملي فاق ماشي نوضي دخل تعديلات على يعني والتعديلات صارمه على العقار ما كاينش مساله نصف العربون فهمناها دابا ولكن مساله اوكار الدعاره كيتشكلاو كيفاش القضيه ديالها؟ اشي ديال الدعاره ولات اخويا والله الا سؤال ما ممتاز من عندك هذا هو اللي ماثر يعني مرضني انا الدعاره في العقار يعني الناس حتى اللي مزوجين الله يجعل السلامه ولو دخلوا ديورهم في الباغا راه نقولها بالدارجه ما حد الباغا ما غيفهموهاش المغاربه دعاره كاين شوف شحال من واحد كيقول لي اخويا راه الدار غني خويا غنتحول مع الوالده غنرجع لها والدار ديالي غتعود تكري لي الليله والسيد مزوج بعائلته وكذا وموظف من الفوق وموظف وعنده صالي وعنده قلت لي علاش قال لي لا غير اللي بغى ليلى حيت انت ساكن هنا في البرانس ديريا وصحاب الشيشه وهذه اللي بغى ليلى كذا هذه وخذ انت لا كوميسيون ديالك وارى برا يا خويا انا سمح لي مال كتجيني هذه المكالمات ولا كتجيني يعني 1000 مكالمه 2000 5000 مكالمه في الاسبوع يعني دابا ولا ديال الدعاره يعني وانك ما كان يعني واش ولا السمسار واسط في الدعاره كاين 90% دابا حاليا السماصريه ديال الدعاره جايه سيف القهوه وكيستافدوا في الدعاره اكثر يعني اللي قانوني حيت القال يعني نقول لك واحد النصيحه دابا اللي كنستغرب فيها قال لك ما دوتش فلا تستغرب اللي غريبه دابا الوقت هما المكالمه ديال المواطنين اللي كيعيطوا عليا دابا مساكن الازمه يعني الماليه ولات نفسيه مسكين يعني كيعيط يقول لي واش فيها خويا التصبيق عندي شهر واحد كنقول له سير لوطيل اذا بغيتي شهر واحد لا كيقول لي شهر كرا وشهر التصبيق ما عنديش اخويا ابو طالب يا خويا انا ماشي وزير الاسكان انا راه درويش حالي بحالك انا غير وسيط غنمشي انا لا راه اللي عندي انا غير المعلومات اللي ما عندكش انت ديال الكرا وديال الدار فهمتي كيقول لي يا خويا راه ما عنديش دابا هاد السيمانه هاد الشهر هذا مع شي 80 واحد بين الرجال اللي كيعيطوا لي ما عندهمش التطبيق مساكن باغيين يكريو مع باقي كيقلبوا يلا شي ربعه اللي كراو هذاك شنو رسالتك للناس المسؤوله على القطاع باش ينحدوا من هذا النصب واوكار الدعاري ولاو كثروا في السمسار لا هو سي شريف لان وصل الزمان ديال الدعاره لان شنو هو الاسباب ديالو بعدا نشوفوا الاسس ديالو فهمتي المصدر ديال هذا المشكل هذا هو الفقر الحكومه فاسده يعني وزير الاسكان فاسد يعني هادو يعني ماشي فاسدين والمجتمع هو الا كانت الحكومه فاسده راه المجتمع هو كيفسد يعني السواصير اللي وسخوا لكم السمعه انتم السواصير اصلا هما هادو اللي كيخدموا في يعني حاجه ديوتيه يعني ديور الدعاره وداك الشيء وليت انا كنحشم من يعني من وجهي انا في المرايه ما اللي كيعيط عليا بليله جوج ليلات كان ما كنتش عليك كنقمعو انا كنقي لي ودني مزيان كنولي معاه في السبان بشد وشت مبان ومضاربه كاع كيولي هو كيقلب عليا شكرا لله كما شفتوا معنا مشاركين راه باللي السيد وصلنا بزاف الحوايج ما كناش عارفينهم كنتمنى يوقع حل لهذا الشيء اللي كيوقع واي واحد بغى يعرف السمسار يمشي يسول عليه قبل يمشي عنده لانه راه ولاو نصابه بزاف وني السيد خرج بوجه مكشوف كيحكي لنا شنو كيوقع مع الناس راه ولا السمسار ما بين الليل وضحاها كيولي السمسار هاد الفوضى كلها من عند وزير الاسكان، عاد يشغلوني. فهمتي؟ ما نكذبش عليك. اصبح التقنين. هما فوضويين، يعني سكيري. سكرا و يكون خير ان شاء الله. الخمور، وتا الشعب، ترى الناس سكارى وما يكون خير ان شاء الله. إذا، هنا مشاركين الكرام كنوصلوا لنهاية البث ديالنا، شكرا لحسن المتابعة ديالكم، كنشكرك السي بوطالب على هذه الالتفاتة هذه. نلقاكم بالتأخر إن شاء الله مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.